هنتكلم عن المايكرو كنترولر. المايكرو كنترولر ده هو يعتبر بروسيسور صغير جدا، تمام، موجود معاه رام وروم، بحيث ان انت تقدر تبرمجه. لما يتبرمج تقدر ان انت تنفذ لوجيك معين انت بتعمله، مثلا لما يجي لي انبوت معين اطلع اوتبوت معين. من الشركات المشهوره شركه اتمل، وعملت الاي في ار مايكرو كنترولرز، وعملت الاتمل مايكرو كنترولرز. المايكرو كنترولر دي ليها انواع كتير قوي، وممكن يبقى عليه رام بس، ممكن يبقى عليه روم، ممكن يبقى عليه سنسورز معينه بيلت ان موجوده على المايكرو كنترولر نفسه، على حسب الاستخدام. طب اشتري انهي واحد؟ على حسب استخدامك انت، انت بتعمل ايه. طب موجود في المايكرو كنترولر ده فين؟ موجود في كل حاجه حوالينا، حاجات كتير قوي، في الكيبوردز، في المونيتورز، في البرينترز، في الفاكس ماشينز، في التليفون سيستمز، في السكيورتي سيستمز. طب في المايكرويف بنشوفه ازاي؟ بتشوف اي حاجه فيها لوجيك. مثلا المايكرويف مثلا لما بتدوس على زرار الانبوت، بتدوس على زرار معين بيبتدي ان هو يسخن لك الاكل ده لمده دقيقه، ويسخن لك الاكل ده لمده دقيقتين، فاهم؟ مثلا السكيورتي سيستمز لو مثلا حد فتح الباب الساعه 12 بالليل يبتدي يطلع لي الارم، خلاص، مش عارف، وات ايفر بقى، اي حاجه من الحاجات اللي انت شايفها قدامك دي، كل حاجه هتلاقي فيها لوجيك معين بتعمله. اللوجيك ده مش محتاج ان انا احط فيها كمبيوتر، هو لوجيك بسيط جدا، خلاص. فبستخدم ايه؟ المايكرو كنترولر ان هو يعمل لي الايه، الفانكشن دي، تمام. الفرق بين المايكرو كنترولر والمايكرو بروسيسور ان المايكرو بروسيسور طبعا مور باورفول زين المايكرو كنترولر، زائد ان المايكرو بروسيسور ما بيبقاش عليه الرام والميموري والروم بتاعته. انما في حالة المايكرو كنترولر لا، انت بيبقى عندك الايه، الرام والروم موجودين عندك على بيلت ان، فبتقدر ان انت تبرمجه دايركت على طول. بعد كده المايكرو كنترولر ده اتحط في حاجة اسمها ديفلوبمنت بورد. ايه الديفلوبمنت بورد دي؟ دلوقتي مثلا انا عايز اعمل لوجيك معين على المايكرو كنترولر ده، مثلا ايه، عامل لوجيك ان انا اتحكم فيه في الاضاءه بتاعت البيت، خلاص. فهجيب الاي سي بتاعت المايكرو كنترولر كده، واحط عليها البروجرام بتاعي. طب عايز اجرب، عايز مثلا اوصل عليها سنسور معين، عايز اوصل عليها واي فاي، عايز اعمل الكلام ده كله. طبعا عشان اعمل الكلام ده كله في دوائر الدنيا بتبقى صعبه، فاتعملت ديفلوبمنت بوردز. ديفلوبمنت بورد اللي هي بورد للتطوير، زي ما انت شايف في الصورة كده، مش عارف الصورة، معلش مش واضحة قوي، بس انت لو كتبت اردوينو على جوجل هتلاقي حاجات كتير قوي. يعني زي ما انت شايف البورد اهي، فيها انبوتس واوتبوتس، فيها يو اس بي بتوصلها بالكمبيوتر. فانت بتبرمج الاردوينو ده بمنتهى البساطة، وبيتبرمج بالسي، خلاص. فالبروجرامنج بتاعه سهل قوي، خلاص. وفي كمان اي دي اي اللي هو انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت، سوفت وير معين بتبرمج من خلاله الاردوينو، بتكتب جواه الكود السي بتاعك ده. فالدنيا سهله جدا. فانت خطوات ان انت تعمل برودكت، بتبتدي ان انت يكون عندك ديفلوبمنت بورد زي الاردوينو ده، تجرب عليها اللوجيك بتاعك، خلاص كتبت الكود وعجبك وتمام وجربته زي الفل، ابتدي بقى اعمل الكلام ده، احوله لبرنتد سيركت بورد، اخد بقى المايكرو كنترولر اللي جوه ده واعمل بيه دايره خاصه بيا، ابتدي ان انا ابيعها وايه وايه واطور فيها زي ما انا عايز. فالديفلوبمنت بوردز دي اتعمل منها انواع كتير قوي، زي ما هنشوف ديفلوبمنت بورد اللي هنشتغل عليها. فبس حبيت اكلمك على الاردوينو. اتعمل تاني شركه اي اس بي ريف، عملت مايكرو كنترولر اللي هو الاي اس بي 8266. ده مايكرو كنترولر معاه واي فاي موديول بيلت ان جواه، خلاص. فلما تبقى الواي فاي موديول بيلت ان جواه، ايه اللي هيحصل؟ هتسهل لي جدا الكوميونيكيشن، وهتضاعف الامكانيات بتاعته. فتخيل كده عندك مايكرو كنترولر كونكتد بالواي فاي، يعني ممكن مثلا اكونكت عليه من موبايلي، هو واصل على الواي فاي وانا موبايلي واصل واي فاي، اقدر اكونكت عليه من الموبايل، بحيث ان انا اقدر ابعت له انبوتس واوتبوتس من خلال الموبايل، زي ما هنشوف اول اكزامبل عندنا، ان انا اقدر من خلال الموبايل اتحكم في الايه، في الاضاءه من الوايرلس، تمام. فلان السنسور اللي انت بتتعامل معاه متوصل بالايه، واي فاي. قبل كده طب لو مش متوصل واي فاي، هضطر امد الكابل من عندي لحد الايه، لحد المايكرو كنترولر، تمام. او ان انا اقدر اوصل المايكرو كنترولر ده واي فاي لي منفصله، يعني
فايه فبرضو كل الكلام ده صعوبات. انما لما يبقى المايكرو كنترولر نفسه متوصل بيه واي فاي بيلت ان بتبقى الدنيا اسهل بكتير قوي. وكمان هنا البي سي بي ديت عشان توصلها بالواي فاي ما بتبقاش الموضوع سهل، ده لازم طريقة توصيل معينة وكده. فانت بيريحك من ده كله وبيدي لك حاجة اهي بص خالصة متخلصة عليها المايكرو كنترولر وعليها الواي فاي موديول. انت بتكتب الكود بتاعك على اساس ان في واي فاي كونكتد، فالدنيا بتبقى اسهل بمراحل. تمام، ده اللي هو النود ام سي يو. النود ام سي يو ده اتحط عليه ال 8266 تمام مايكرو كنترولر، وبقى عندي ديفلوبمنت بورد محترمه جدا فيها واي فاي اقدر ان انا ايه اتعامل معاها واعمل بروجكتس داخل فيها الواي فاي الوايرلس. اتطور النود ام سي يو ده للاي اس بي 32، ودي برضو ديفلوبمنت بورد. اتطور البروسيسور اللي عليها بقى دوال كور بروسيسور. الرام والروم برضو زاد الحجم بتاعهم خلاص، وبرضو الواي فاي بقت اقوى. فاتعملت البورد اللي هي الاي اس بي 32 دي. الفيتشرز بتاعت الاي اس بي 32 عليها واي فاي وعليها بلوتوث وعليها دوال كور بروسيسور وعليها انبوت اوتبوت بينز 30 انبوت اوتبوت بينز وعليها انكريبشن موديولز تقدر ان انت تعمل تشفير وكده. فطبعا كل الكلام ده ايه باورفول جدا، بالاضافه ان انت طبعا عندك بعض السنسورز موجوده عليها. فالبورد بقت ايه بورد قويه جدا. ده البين اوت بتاع الاي اس بي 32 عندنا، ادي البينز بتاعتنا اهي خلاص ماشي. البينز بتاعتنا اللي تقدر تستخدمها تمام. انا حاطط لكم برده سلايد هنا. بعض البينز دي ما ينفعش ان انا استخدمها لانها متوصله مثلا بالايه بالفلاش ميموري. فالبينز اللي عندك بالاخضر دي كلها بص عندك ايه بين رقم 2 دي بتدي لك اون بورد ليد، عندك في ليد موجوده على الـ على الاي اس بي 32 نفسها تقدر ان انت تنورها وتطفيها لو عايز تيست يعني. وعندك اهو من 13 لحد ايه لحد 33 خلاص، كل دول انبوت اوتبوت بينز تقدر تستخدمهم زي ما انت عايز تماما. وعندك كمان من 34 لحد 36 اعتقد عندك ايه دول انبوت بينز اونلي. فهي عندك عدد كبير من الانبوت اوتبوت بينز تقدر ان انت تستخدمها بمنتهى البساطه. ازاي بقى بروجرام الاي اس بي 32؟ بقدر اعمل لها بروجرامنج باستخدام الاردوينو اي دي اي سوفت وير، وده سهل جدا يعني اهو الاردوينو اهو بتنزله طبعا مش فيه اي مشكله، تقدر ان انت ايه تستخدمه بمنتهى السهوله. هنكمل الفيديو اللي جاي الايه الشرح بتاعنا.